حتى المؤسسة هي الحمد التربوية. لله تربوية، يعني فيما يخص الابتدائيات، يعني حصة الأسد وصلت 150 مليار تقريبا، ولكن المتوسطات والثانوية تقليل، التكلفة المالية المرصودة ما تسمحناش باش. لذا اتصلنا بالسيد وزير التربية والسيد وزير المالية وعددنا البطاقات التقنية، ورانا رايحين تبعا للاجتماع اللي قمت به مع مدراء المؤسسات، رايحين نحينوا البطاقات التقنية ونبعثوها ان شاء الله هذا العام، يعطونا عدد معتبر تكلفة مالية اللي تسمح لنا باش المتوسطات والثانويات.